وطبعا اكيد رسالتك للمشاهدين يمكن اللي عم بتفرجوا علينا كتير عم بمروا في ألم، في ضعف، في نفس المرض. شو عاوزة توجهي رسالة لكل الناس اللي بتتفرج عليك حاليا؟ حقيقي ما تستسلموا دايما، يعني الحياة ما بتنتهي عند أي صعوبة، مرات بتكون الصعوبة للخير. أنا مختبرة إنه الرب سمح إنه أمرض بالسرطان لخيري. يمكن الخير اللي في نظركم مش أنا مش شايف إنه انقطعت الإجر خير أو السرطان مش خير أكيد، لكن الله بيسمح في الألم حتى يشكلنا. كأنه كان سرطان روحي والرب شفاني من السرطان الروحي. بوجه رسالة للناس، ضل قاوم. ليش؟ لأنه في إله حي قادر إنه يغير الظروف. المرض أو أي ألم أنت بتمر فيه مش نهاية العالم. انظر للحياة بطريقة إيجابية أكتر. يعني أنا في نظري اللي ساعدني الآية اللي بتقول كل الأشياء تعمل معا للخير، قمت من العملية قطع إجر وأنا أقول كله للخير. كيف للخير؟ كله للخير. الرب بسمح في أشياء صعبة حتى غيرنا. كمان إشي، حتى لو اهتميت ولو حتى أنا بكيت وحزنت وانعزلت عن الناس وعزلت حالي إنه أبعيد وصابني إحباط واكتئاب، شو بدي أغير؟ بقدر أغير الواقع؟ ما بقدر أغير الواقع. اللي بيقدر يغير الواقع بس الله. هو اللي بيقدر يغير الواقع. أطلب الله، اسأل الله. إذا أنت كنت تمرق في حيرة وفي شك في أمور أكبر منك أنت مش قادر عليها، أطلب من الله، قل له يا رب فهمني. ممكن إنه تشكي لالله، الله ما بزعل منك. ممكن مرات تعاتب الله، تقوله يا رب أنا تعبان، ابكي له اشكي له. صدقني سامع الصلاة وبسمعك وبستجيب. يعني يمكن ما يسوي الأمور بطريقتك، بس بطريقته عنده حكمة، عنده طريقة معينة بيعمل فيها الأمور.